السلام عليكم أعزائي المتابعين. اليوم غادي نشوفوا المشروع ديال الباسواي ديال الدار البيضاء. وصل مشروع باسواي الدار البيضاء للمرحلة الأخيرة ديالو، بحيث قبل حوالي شهر كانت المرحلة التجريبية في أفق الاطلاع الرسمي للحافلات. وطيلت هذه الفترة وهذه الحافلات فائقة الجودة كتجوب يوميا شوارع العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء فارغة من دون ركاب، باش كدير اختبارات السير في الظروف الحقيقية بهدف الوقوف على أي أعطاب محتملة. وتخصص لهذا المشروع 40 حافلة لنقر الركاب، وكتوصل الطاقة الاستيعابية إلى 177 راكب في كل حافلة. وغيمر خط الباسواي الأول والثاني من عدة أحياء في الدار البيضاء، وغادي يعبر الخط الأول حي السالمية في ليساسفة، مرورا بحي الليمون وشارع القدس وشارع محمد السادس وشارع مقداد الحريزي وشارع الجولان، وكيتضمن 20 محطة على طول 12 كيلومتر فاصلة 5. أما الخط الثاني فكيمتد على طول 12 كيلومتر وكيتضمن 22 محطة، وكيربط بين حي الرحمة ومدار ألماس القائم بشارع غاندي عبر الطريق الإقليمية رقم 3014 وشارعي مولاي التهامي ويعقوب المنصور. كتميز حافلة الباسواي بالسرعة وسهولة الوصول إليها، كما كتصنف أنها صديقة للبيئة وقود ديزل. كيستفد الراكب ديالها من خدمات الويفي وأنظمة التكييف إضافة إلى خدمات أخرى، كما كيمكن الركاب من التنقل بالاعتماد على تذكرة واحدة فقط بين الحافلات والترامواي من خلال ثلاث نقاط اتصال. ودعا سفيان الدريبي مسؤول الأمن ونظام المعلومات بشركة الدار البيضاء للنقل السكنة البيضاوية إلى احترام القانون وأن الأولوية للباسواي في المدارات، مشددا على ضرورة توخي الحيطة والحذر من قبل السائقين والمستخدمين بجوار المنصة المخصصة ويمنع العبور من منصة الباسواي. كما كشف مسؤول الشركة في تصريح أنه خلال اختبارات السير في الظروف الحقيقية قرابة شهر تم تسجيل 8 حوادث سير، واللي خلفت أضرار مادية كبيرة في الحافلات، الشيء اللي كيكلف الشركة تكاليف مادية كبيرة. وتخصص لهذا المشروع مبالغ مالية كتقدم 1.8 مليار درهم، وانطلقت الأشغال الفعلية لتأهيل البنية التحتية لمحطة الباسواي في يناير 2021. وصلنا لنهاية الفيديو أعزائي المشاهدين، ما تنسوش تشجعونا بلايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم.